بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث المتوسط متوسطة تبوك الأهلية، أهلا وسهلا بكم في درس جديد، الدرس 21، الدرس بعنوان تنمية البنية الأساسية. قبل أن نعرف تعريف الدرس، المفهوم العلمي الذي يشير إليه الدرس، لابد أن نشرح إليك ما هي البنية الأساسية بالمفهوم العام كي تفهمها. البنية الأساسية هي الطرق التي تمشي عليها، هي المياه التي تستخدمها داخل منزلك، هي الكهرباء التي تضيء لك الأنوار في منزلك وفي المؤسسات والمنشآت، هي خطوط النت التي تستخدمها وتمكنك من الاتصال بالآخرين حول دول العالم، هي الأنفاق التي تمشي بها وتسهل حركة السير أثناء الازدحام والجسور، وذلك هذه المرافق من أجل تطوير الدولة. وبدون هذه المرافق الموجودة في أي دولة لا تستطيع الدولة مواكبة التنمية والتطوير. أبناء الطلاب، مثال المصانع، عندما تستخدم المواد الخام إلى أماكنها كي تصنعها إلى مواد قابلة للاستخدام، فإنها تنقلها عبر الطرق. المواد الخام تذهب إلى المصانع عبر الطرق. أيضا عندما يحدث اتصالات ولغة اتصال ما بين منشأة ومنشأة عبر خطوط الاتصال، أي مصنع أو أي منشأة أو أي مدرسة أو أي مستشفى تدار بالكهرباء. فالبنية الأساسية هي ضرورية في أي بلد، ولابد أن تكون على أعلى مستوى. هنا أبناء الطلاب بدأ بي الطرق والنقل، نريد أن نعرف كيف طورت المملكة من الطرق. تعد الطرق الرئيسية والثانوية، هذه أنواع الطرق، والفرعية والدائرية وطرق العقبات. العقبات أبناء الطلاب هي الطرق التي تكون فوق الجبال، والطرق داخل المدن والجسور والأنفاق من جوانب البنية الأساسية، نعم، المهمة التي اعتنت بها حكومة وطني المملكة العربية السعودية. الطرق أبناء الطلاب من الجوانب الأساسية المهمة، لأن الطرق هي التي تسهل النقل ما بين المدينة والمدينة وداخل الحي. أبناء الطلاب، هنا إنجازات الطرق حتى عام 1437: الطرق المعبدة، طرق العقبات، الطرق الزراعية، الجسور، وهذه إحصائية كل طريق. بعد ذلك أبناء الطلاب، تطوير الطرق في مجال النقل البري، أقامت حكومة وطني خطوطا للسكك الحديدية بين الرياض والإحساء والدمام. لماذا أبناء الطلاب؟ لنقل الركاب والبضائع، واعتمدت سكك حديدية أخرى على أحدث المواصفات العالمية، ليس هذا الخط الوحيد، لتربط بين بعض مناطق المملكة العربية السعودية ونفذ من عدد منها، مثل قطار الحرمين الشريفين، وهذا طوله وهذا خط سيره، نفس الوضع قطار المشاعر المقدسة وهذه أوصافه، قطار الرياض وهذه مواصفاته، قطار الشمال وهذه مواصفاته. هنا أبناء الطلاب، هنا لم يقتصر النقل البري على الباصات والسيارات فقط، بل هناك قطارات أيضا لتسهل عملية النقل داخل المملكة، وكي لا يكون الإقبال على نوع واحد فقط، أو يكون هناك ضغط على النقل البري من ناحية الباصات والسيارات. بعد ذلك أبناء الطلاب، في مجال المواصلات البحرية والجوية، في مجال المواصلات البحرية أقام وطني كثير من الموانئ البحرية،
كي تمكنها من عملية الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى، مثل موانئ على البحر الأحمر وموانئ على الخليج العربي في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر في ناحية الغرب. وامتلكت الأساطير العملاقة من السفن البحرية، وأنشأت أيضا أبناء الطلاب مطارات مثل المطارات الدولية مثل مطار الملك عبد العزيز، والإقليمية مثل مطار تبوك، والمحلية التي يقتصر على النقل الداخلي فقط في مناطقها الإدارية ومدنها. هنا أبناء الطلاب مفتاح خريطة اللون الأحمر مطار دولي مثل جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام، هذه مطارات دولية. مطار إقليمي تبوك اللي هو اللون الأخضر، حائل القصيم وباقي اللون الأخضر، وأبها والطائف. مطار محلي هنا أبناء الطلاب وادي الدواسر، الدوادمي، رفحاء، الجوف، طريف، الجريات، عرعر، هذه كلها مطارات محلية. مطار تحت الإنشاء، هذه أنواع. أيضا ميناء تصدير واستيراد، ميناء لتصدير النفط فقط باللون الأسود مثل في الخفجي، وميناء تصدير واستيراد مثل جازان وجدة، وميناء هنا ومدينة بها ميناء آن فيها اثنين من الموانئ، تصدير نفط واستيراد وتصدير أيضا. أبناء الطلاب أيضا المملكة العربية السعودية من أقدم مؤسسات خطوط الجوية بها، من أقدم مؤسسات الطيران في العالم العربي التي تميز بأحدث الطائرات، كما اعتنت أيضا الحكومة بالنقل العام داخل المدن من خلال بعض أمانات المناطق، أمانت كل منطقة، وبدأ كانت بداية النقل العام داخل المدن بمدينة الرياض بمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي يتضمن شبكة قطار الرياض والنقل العام بالحافلات الباصات لتغطي معظم الأحياء داخل المدينة بما يخدم المواطنين المقيمين. هذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا، وإلى اللقاء في تكملة باقي هذا الدرس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقبل أن أختم الدرس، هذا القطار داخلي داخل المدينة، هذا القطار داخل المدينة وممكن أن ينقل ما بين منطقة ومنطقة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.